بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول تغيير النية في الصلاة. إنسان دخل في الصلاة، أحرم بالصلاة، ثم بدا له أن يغير نيته وأن ينقلها إلى صلاة أخرى، كما لو أحرم بنافلة وأراد أن يحولها إلى فريضة، أو أحرم بفريضة وأراد أن يحولها إلى نافلة، فما هو تفصيل القول في ذلك؟ نعم، نقول له: يا رعاك الله، إذا كان التغيير من معين إلى مطلق فلا حرج، يعني أنت نويت راتبة المغرب ثم بدا لك أن تجعلها سنة مطلقة فهذا صحيح، لا تبطل به الصلاة، لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة، متضمنة لنية مطلق الصلاة، فإذا ألغيت التعيين بقي مطلق الصلاة، لكن هذا لا يجزئ عن الراتبة التي كنت نويتها لأنك قد تحولت عنها. سائر أنواع التغيير الأخرى لا تشرع، من معين إلى معين، كما لو نويت بعد أن أحرمت بالعصر وتذكرت الفائتة أنك لم تصلي الظهر، قلت دعني أحول النية من العصر إلى الظهر، هذا لا يصح. إن فعلت فلا تصح لك الصلاة التي دخلت فيها لأنك تحولت عنها، ولا الصلاة التي تحولت إليها لأنك لم تنويها عند إحرامك بالصلاة، فلا تصح لا هذه ولا تلك. يبقى من معين إلى معين لا تصلح لأنك تحولت عنها، لا تصلح ظهرا ولا تصلح عصرا، فيلزمك قضاء أصل الليل. أو أردت أن تنتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر، واحد دخل إلى المسجد فوجد صلاة الفجر مقامة فدخل في صلاة الفريضة مباشرة، جلس في المسجد إلى الشروق، ثم بدأ يصلي صلاة الضحى، تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر، هل يجوز وهو في داخل صلاة الضحى أن ينتقل إلى راتبة الفجر؟ لا، لا يصلح هذا، لا تصلح ضحى لأنك تحولت عنها، ولا تصلح فجرا لأنك لم تنويها من البداية، وهكذا، بارك الله فيك. أو من مطلق إلى معين، كما لو شرعت في نفل مطلق، يعني ثم ذكرت أنك لم تصلي سنة الفجر فحولت هذه النية إلى صلاة الفجر أو سنة الفجر، فهذا لا يصح أيضا، لا للنفل المطلق الذي تحولت عنه، ولا لسنة الفجر التي تحولت إليها لأنك لم تنويها من البداية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال سائل حبيب يقول: هل يجوز تناول الفيتامينات التي تحوي جيلاتين للأطفال لسهولة تناولها؟ نقول: يا رعاك الله، لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: لا حرج في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة، ولا استعمال الأطعمة التي يستخدم فيها ذلك، إلا إذا كانت النسبة يسيرة وقد استهلكت في غيرها فلم يبق لها أثر من طعم ولا لون ولا ريح، وإذا حصل التيقن بالاستحالة وانقلاب العين يبقى زال أثر هذه المادة لأنها لم تعد موجودة، انقلبت، تحولت، استحالت إلى مادة أخرى. طب في حالتنا هذه، إذا جهل المصدر وعجزت عن التحري والاستيقان فيما يظهر لي أنها تكون على أصل الحل لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلا إذا بلغك عن نوع معين منها خلاف ذلك، أو كان الغالب على الجيلاتين
المستخدم في الفيتامينات في هذا البلد أنه من دهن الخنزير أو من مشتقاته، إنه لا يحل والحال كذلك. سيدة جليلة تقول: عند الصيام كنت مررت بحالة نفاس فأفطرت بطبيعة الحال، وعلي أيام ماذا أفعل؟ نقول لها: يا رعاة الله، ببساطة المشروع لك أن تقضي عدة من أيام أخر، لقول الله جل جلاله: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فبين الله جل جلاله أن من أفطر في رمضان بعذر عليه أن يقضيه من الأيام الأخر، والنفساء تترك الصوم لعذر، وإذا كانت كذلك يجب عليها القضاء قياسا على المريض والمسافر. وبل إن القيام يعني القضاء نص في الحائط. ففي الصحيحين من عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. سائر كريم يقول: حكم الوسواس في الصلاة. نقول له: ابتداء يا رعاك الله، شفاك الله وعافاك، الوسوسة من الشيطان، والواجب مخالفته والحذر من طاعته، وأن تستعيذ بالله منه. ثم إن كان الوسواس عارضا فإنك تبني على الأقل وتسجد للسهو سجدتين قبل السلام، لأن الواجب ما دام الوسواس عارضا ليس مستحكما وليس متغلبا عليك ولست ممن يستنكحه الشك، الواجب أن تعمل باليقين. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يعني شككت، هل صليت واحدة أم اثنتين؟ اجعلها واحدة. هل صليت اثنتين أم ثلاثا؟ اجعلها اثنتين. وهكذا تعمل باليقين وتكمل صلاتك. أما إن كان الوسواس غالبا، قهريا، دائما، مضطردا، مسيطر عليك الوقت كله، ففي هذه الحالة تطرح وراء ظهرك، لا تلتفت إليه، تبني على الأكثر، تبني على الظن، تبني على الأكثر مراغمة للشيطان، فلا تستسلم لوسائله ولا لتلبيساته. سؤال يقول: ما حكم العمل بالأسود؟ أنا لا أدري ما مقصود السائل من كلمة الأسود. إن كان يقصد به السحر نقول له: يا رعاك الله، السحر كفر، والسحرة لا يفلحون، وليس لهم في الآخرة من خلاق، لقول الله جل جلاله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، إلى قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من حظ ولا نصيب. اختلف العلماء في من يعلم السحر ويستعمله، قال بعضهم وهو قول جمهور أهل العلم: إنه يكفر بذلك، هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم. وفصل الشافعي في ذلك فقال: إذا تعلم السحر نقوله: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر يبقى معصية يكفر باستحلالها، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يقول:
غالب المسلمين في أمريكا لهم هوم كير، لكن كثير منهم يكذبون في المبالغة بالأعذار ليأخذوا هذه الإعانات، فما حكم أموالهم؟ نقوله يا رعاك الله، الكذب منكر وقبيح، ولا يكون المؤمن كذابا. وفي الحديث: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينصح هؤلاء بالامتناع عن الكذب، وأن الكذب قد يفضي إلى تحريم مكاسبهم ونزع البركة من حياتهم، وسوف يرون إن لم يتوبوا شؤم ذلك في حياتهم، في أولادهم، في علاقاتهم، في أشغالهم، في كل ما يحيط بهم. إذا انتزعت البركة، إذا انتزعت رحمة الله سبحانه وتعالى، تظلم الدنيا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. احذر أن يمسك الله عنك رحمته بذنوبك وبمعاصيك، لن ينفعك المال ولن ينفعك الأولاد، سيصبح هذا كله سياطا تجلد ظهرك وعقارب تلدغك. احذر يا عبد الله، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. سؤال: هل يجوز قضاء رمضان من غير نية مبيتة؟ يعني يوم استيقظ صباحا الساعة 7 صباحا مثلا بعد الفجر، ونويت أن أصوم هذا اليوم من أيام القضاء التي ثبتت في ذمتي وتعين علي قضاؤها، هل يجوز؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: لا بد في صيام القضاء من تبييت النية من الليل، لأن القضاء له حكم الأداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، والحديث في صحيح الترمذي. وتعليق الترمذي عليه: وإنما معنى هذا عند أهل العلم أنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. أيضا النووي رحمه الله يعلق على هذا يعني، فيقول: لا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف. يبقى لا يصلح يا رعاك الله أن تصوم القضاء من غير أن تبيت النية من الليل. جميل. سائل كريم يقول: عمتي الغير متزوجة تريد أن تسجل بيتها باسمي كهبة أو هدية، فهل يجب أن ألا تتعدى قيمة البيت الثلث من جميع أملاكها، أم بإمكانها أن تهبني ما تشاء؟ نقول لها: يا رعاك الله، إن كان هذا عطية منجزة في حال الحياة فلا حرج، لأن المرء في حياته مسلط على ماله وهو فيه سيد قراره، ما دام لم يوجهه إلى معصية، وما دام قد توخى العدل بين الأولاد إذا كانت العطية لهم، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان ما تقولين وصية مضافة إلى ما بعد الموت، فلا تصح الوصية لوارث أولا، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا ينبغي أن تزيد عن الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما أراد أن يوصي بماله كله: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فما دمت لست من الورثة، فينبغي ألا تزيد الوصية عن الثلث
إلا إذا أجازها الورثة، والله أعلم. سائل كريم يقول: وقد اقترب رمضان، إذا سافر شخص في رمضان من هنا لإحدى البلدان العربية، كيف يحسب الوقت لموعد الإفطار عند المغرب؟ وكيف يعرف موعد الإمساك والفجر لصيام اليوم التالي؟ نقول له: يا رعاك الله، القاعدة أن الصائم له حكم الموقع الذي هو فيه الآن، ما دام في سفره، ما دام على ظهر سفر، في الطائرة، في الباخرة، ما دام في سفره له حكم الموقع الذي هو فيه، the current location، الموقع الحالي اللي هو فيه الآن، له حكمه إمساكا وفطرا. فإن كان لا يزال في الطائرة، يسأل أحدا من طاقم الطائرة عن طلوع الفجر وعن مغيب الشمس، فيمسك إذا طلع الفجر ويفطر إذا غابت الشمس. له أيضا إذا وصل، له حكم البلد الذي سافر إليه من حيث دخول رمضان وبدء الصوم، أو من حيث انتهاء رمضان وانتهاء الصوم، لحديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر ألح صاحبه علي كثيرا به: سمعت أن هناك اختلافا على ما هي أسماء وصفات لله، فما هي أفضل موسوعة أو قائمة لديكم بأسماء الله وصفاته؟ نعم، يوجد خلاف على بعض أسماء الله، لكن ليس خلافا على كل أسماء الله، فلا تطلق القول بهذه الصورة. الكتب يا بني في هذا كثيرة، لعل من أفضلها أو من نعم لعل من أفضلها كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد النجدي، مجلدين شرح فيهم 117 اسم من أسماء الله الحسنى، ويذكر في القسم الأول الأسماء الواردة في القرآن الكريم، وفي القسم الثاني الأسماء الواردة في السنة، وهو غالبا بيذكر المعنى اللغوي للإسم ويوضح وروده في القرآن الكريم إن كان الحديث عن الأسماء القرآنية، ويذكر معنى الإسم في حق الله تعالى وأثر الإيمان بأسماء الله الحسنى، ويخرج الحديث الواردة في هذا المقام. كتاب جميل متعوب عليه، فيه جهد، فأسأل الله أن ينفعك به عز وجل. سؤال آخر يقول السائل الكريم: أنا أعيش في بريطانيا، واللحوم تذبح بطريقين، ذبح مباشر أو صعق قبل الذبح. هذه شكات تؤكد أن الصعق لا يؤدي لموت الحيوان، صعق بسيط بعده يتم الذبح. في المسجد يقولون أن هذه شكات تتهاون، ويمكن أن يكون بعض الحيوانات شبه ميتة ومع هذا يقومون بذبحها، فما حكم أكل هذا النوع من اللحوم؟ نقول للسائل الكريم: أسأل الله جل وعلا أن يثبتك وأنت تعيش خارج بلاد المسلمين، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في لندن، في القاهرة، في مكة، اتق الله حيثما كنت. ثم نسوق لك يا بني هذا القرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. القرار يقول: لا يجوز استخدام المسدس الواقذ اليزب، وهذا يشبه الصعق الذي تحدثت عنه، لا يحل استخدام المسدس الواقذ لما ينجم عنه من تعذيب للحيوان يؤدي في كثير من الأحيان إلى موته، كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه. ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل أنها رفق بالحيوان دعاوى باطلة، فإن طريقة التذكية الشرعية هي الأرفق والأرحم، فإن مات الحيوان بذلك أي بالصعق أو بالوقز بالمسدس نحوي، إن مات قبل ذبحه فهو ميتة لا تحل، وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال. وبناء على هذا نقول: الشبهة التي يذكرها المسجد
شبهة معتبرة تؤدي إلى التورع، على الأقل تؤدي إلى التورع، وهذا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. التورع في اللحوم الكبيرة، الأبقار والأغنام التي تذبح في المحلات العامة، لاحتمال فعلا أن هناك نسبة تموت منها قبل أن تذبح فتختلط المذكات بالميتة، فهذه شبهة تدعو إلى التورع. وصلوات الله على من قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. لا نقول بالتحريم، نقول في شبهة تقتضي التورع والاحتياط. إن دعيت مرة وأكلت يعني لا بأس، لكن ربما لا تتقصد شراءها إلى بيتك. الشبهة في الدجاج والتركي أضعف بكثير جدا جدا من الشبهة في الأبقار والأغنام. بارك الله فيك. أخت تسأل تقول: هل قراءة القرآن في التفسير لها ثواب القراءة من المصحف؟ الجواب أن كتب التفسير يا سيدتي جمعت بين المصحف والتفسير، فاختاري من هذا أو ذاك ما تيسر لك بغير تكلف، الأمر في ذلك واسع، لا تضيقي واسعا. قد يكون التفسير أنفع لأنه يعينك على التدبر في تفسير على هامش المصحف، وأنت تقرأين إذا التبس عليك أمر آية، أشكل عليك فهمها، ألقيت نظرة مباشرة إلى الهامش لتعرفي تفسير هذه الآية، فتتدبرين ويعني وتعقلين ما تقرأين. على كل حال الأمر في ذلك واسع، اختاري ما هو أجمع لقلبك على القراءة وأنفع لك. وأسأل الله يا بنيتي أن يأخذ بيدك إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. سائل من كندا يقول: رجل عمره 80 سنة، أسلم وليس في أهله أحد من المسلمين، ماذا نفعل بتركته إذا مات وهو مجرد؟ هل إعطاء التركة بعد الوصية للمساجد والمراكز الإسلامية، أم نقول له أوصي بجميع مالك إلى كيف تشاء، أم نوزعها على الفقراء والمساكين؟ طب إيه مشكلة السائل مع المراكز الإسلامية؟ نعم، يقول إن القائمين عليها في الغالب من الجهلاء، ليس الإمام صاحب القرار ولا الشيخ، إنها مجلس إدارة قد يكون لا علاقة له بالشرع ولا فقه له في الدين. هذا مفهوم قوله. نقول له في الجواب عن هذا: التركة تؤول شرعا إلى الورثة بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. إذا انعدم الورثة فبيت مال المسلمين وارث من لا وارث له من المسلمين. المراكز الإسلامية تقوم مقام بيت المال خارج ديار الإسلام، فيفوض الأمر إليها في ذلك، وينصح القائمون عليها بتحري الحق والاحتياط للمصالح العامة، وحسابهم على الله عز وجل. ولا شك أن هناك رقابة من الجالية ومن الشيخ على أعمال المجلس القائم على المسجد. ويجوز للميت نفسه أن يوصي قبل موته بما شاء إلى المصالح العامة، يجوز قبل موته أن يوصي بماله إلى المصالح العامة، وله أن يوصي إلى بعض قرابته ولو كانوا من غير المسلمين وصية لا تزيد عن الثلث، لأن أمر الوصية أوسع من أمر الميراث. قد أن له أولاد أو له زوجة لم تسلم، أولاد لم يسلموا، له أن يوصي لهم بما لا يزيد عن الثلث، والباقي يذهب إلى بيت المال. إن فعل ذلك يعني يذهب إلى بيت المال، يتولى أمره المسجد. ولا ينبغي أن تنازع المساجد والمراكز الإسلامية في ولايتها، إنما ينصح القائمون عليها. فهذا أجمع للكلمة وأبعد للفتنة. بارك الله فيكم يا أحبائي جميعا. اللهم اهدني سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سيد يقول: كيف يقسم الميراث إذا اختلطت فيه عقارات تدر أرباحا؟ التركة تضم أشياء مختلفة، فيها عقارات تدر أرباحا كمصانع ودكاكين،
وأخرى ليس فيها عائد شهري كأراضي ومباني غير مكتملة. هل لبعض الورثة أن يستأثروا بذوات الأرباح بدعوى أنهم يحسنون إدارتها دون غيرهم؟ لا، يعني هذا لا يصلح. ليس لأحد من الورثة أن يستبد بالاستقلال بجزء معين من التركة، بل لا بد أن يكون ذلك عن تراض من سائر الورثة وتشاور، وإن تنازعوا أحيل الأمر إلى التحكيم أو القضاء. واحد بيقول دراعي مربوط لمدة 6 أسابيع ولا أستطيع تحريكه من أجل الوضوء، لازم يفضل مربوط هكذا حتى يلتئم ويلتحم. فات من 6 أسابيع 2 أسبوع تقريبا، كيف أتوضأ؟ هل يجوز المسح على الملابس مع علمي أنني غير متجبس؟ يعني أنا ليس هناك جبس يعني جبيرة على يدي. الجواب عن هذا يا رعاك الله أن التكليف مناطه الكبرى، وأنه لا تكليف مع العذر، فلتستخدم يدك الأخرى للوضوء، ويعان على ذلك وتعان على ذلك من قبل بعض المرافقين أو المحيطين بك من الأهل وذوي القربى، وتمسح على الجزء الذي عجزت عن غسله ويكفي ذلك عن غسله. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان هناك جزء من عضو الوضوء لا يمكن غسله، إن أمكن مسحه فهذا يكفي عن الغسل ويكفي عن التيمم، وإذا لم يمكن غسله ولا مسحه فجمهور العلماء أنه يتيمم عنه. بارك الله فيك. سؤال لطيف يقول السائل: هل يجوز الدعاء بشيء أبعد من المشرق والمغرب؟ الله مثلا كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الشمس والقمر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المريخ والشمس، أو ما شابه ذلك. هل كلمة المشرق والمغرب في الدعاء تشمل فقط مشرق الأرض ومغربها، أم أنها تشمل أبعد ما يتخيله الإنسان من جهة المشرق والمغرب؟ الجواب عن هذا يا حبيبنا أن الوقوف عند المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأسلم وأتبع. خير الهدي هدي محمد، هذا يشمل الهدي القولي والهدي العملي، ولو كان ما تقوله أكمل وأسبق لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأمته، وهو القائل: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. لم يبقى بعد مجال للاستدراك مهما كان هذا الأمر المستدرك سهلا أو قليلا. هذا فضلا عن أن كلمة المشرق والمغرب مطلقة، فهي ليست خاصة بما يكون في عالم الملك في عالم الشهادة، بل تمتد لتشمل عالم الملكوت مما لا تقع عليه أبصارنا ولا تدركه حواسنا، فهي أبعد مما تصورت أيها السائل الكريم. والله إنني أخشى على من يقول ذلك الفتنة. وأي فتنة؟ نعم، أن يقع في نفسه أنه سبق إلى فضيلة لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخشى الناس برب الناس وأتقاهم له. لا تزايد على النبوة، لا تتصور أنك يمكن أن تأتي بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لقد حكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس وقد أتاه رجل يقول: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال: من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة
قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفقني الله وإياك يا ولدي إلى الوقوف عند حدود الله عز وجل، ويعني اتباع المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. سائل يقول: هل التعامل مع شركة توفر خدمة سحب السيارة وتبديل العجلة، تساعد على تشغيل البطارية، جلب البنزين إذا انتهيت من البنزين فجأة وأنت في الشارع، مع أن العميل يؤدي ثمن هذه الخدمة اشتراكا سنويا، هل جائز أم لا؟ كان يتحدث عن التريبل اي الموجودة في الولايات المتحدة ولها نظائر في بلدان أخرى. الجواب عن هذا يا رعاك الله: رغم فساد عقود التأمين التجارية لما يشوبها من الغرر الفاحش، لأن كل طرف لا يدري سلفا ما الذي يأخذه وما الذي يبذله، إلا أنه يستثنى من حرمة التأمين ما ألزمت به القوانين أو مست إليه الحاجة أو كان تابعا لعقد آخر. أسمعك قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذه القضية: التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة لما يتضمنه من الغرر الفاحش أو الربا في بعض الحالات، ويشرع من التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر. ثم أردف القرار فقال: المحرم من التأمين التجاري هو ما يكون مقصودا بالأصالة، أما ما كان تابعا لعقد آخر ولم يفرد بعقد مستقل فإنه لا يدخل في نطاق التحليل. لماذا؟ لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. يعني اشتري الجهاز وخدت وارنتي على الجهاز، هذا تابع لشراء الجهاز، فهذا تأمين تابع، عقد تابع للعقد الأصلي، يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. ثم زاد القرار فقال: ترجع حرمة عقود التأمين في الأعم الأغلب إلى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة، ويباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة إلى أن يتوفر البديل الإسلامي المنشود، لأن حرمة الغرر دون حرمة الربا الذي لا يترخص فيه إلا عند الضرورة. وبناء على ما سبق، لما كانت هذه الخدمة المذكورة مما تمس الحاجة إليه نظرا لمفاجآت السفر والسير بالسيارة في طريق عام لا تعرف فيه أحد ولا يعرفك فيه أحد، وتحتاج إلى عون وتحتاج إلى إغاثة، فهذه الخدمة من مواضع الرخصة لمسيس الحاجة إليها. وقد نص قرار مجمع فقهاء الشريعة على هذا فقال: التأمين للأعطال الطارئة على الطرق العامة عن طريق شركات المساعدة كشركة تريبل اي يعد من الحاجات العامة، خاصة بالنسبة لمعتاد الأسفار البعيدة في هذا البلد، فيرخص منه ما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوفر البديل الإسلامي المنشود. ولا سيما أن هذه الشركات تقدم خدمات أخرى كالخرائط الإرشادية وتقديم المشورة ونحوه، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال آخر: أخت تسأل عن الزوجة الموظفة، ما ولايتها على راتبها الشهري؟ هل لزوجها ولاية عليه؟ هل له أن يرغمها على أن تنفق جميع راتبها في نفقات البيت؟ السؤال الثاني:
هل الزوجة نفس حقوق الفراش إذا كان لا يستطيع المعاشرة إلا بتناول المنشطات الجنسية؟ وكانت الزوجة بعد انقطاع الطمس تعاني أشد المعاناة. نقول لها يا سيدتي، بالنسبة للنقطة الأولى، مخصصاتك المالية سواء من الراتب الوظيفي أو من عمل خاص تقوم به أو من هبة قدمت لك من أهلك أو نحو ذلك، في قرار جميل لمجمع فقهاء الشريعة بأمرك أسوق إليك بنصه ومنه يعلم الجواب. اسمعي جيدا، تستقل الزوجة بما تكسبه من هذا العمل، ولا حق لزوجها فيما تكسبه إلا بطيب نفس منها أو بحسب الاتفاق بينهما. للمرأة في الإسلام، مسلمة كانت أو غير مسلمة، ذمتها المالية المستقلة، فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وما تكسبه من ثروة، ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف فيما يزيد على الثلث من ذلك، ولا يحجر عليها إلا بالأسباب الشرعية العامة للحج والتي يستوي فيها الرجال والنساء. اسمعي الفقرة هذه التالية: يجوز أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت رعاية لبيته وولده، ويتشاوران في ذلك بالمعروف. يبقى المال مالك والقرار قرارك، لكن يعني يصلح ومناسب جدا أن تفوت على الزوج الاحتباس في البيت والتفرغ لخدمته وخدمة البيت والولد، وأذن لك في الخروج في الخارج، فمن المناسب أن تأتمر بينكما بمعروف وأن تتفقي على شيء من المشاركة في نفقة البيت إقرارا لعين زوجك واستدامة لمحبته ومودته وعشرته. نعم، الأصل أن النفقة واجبة على الزوج قطعا ويقينا بإجماع المسلمين: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن أجل هذا يجوز للزوجة أن تبذل زكاة مالها لزوجها، لأنه لا يجب عليها الإنفاق لا على نفسها ولا على ولدها ما دامت ذات زوج، والزوج يكدح، وكما قال أحد المعاصرين: ما عندوش مال إن شاء الله، لو حتى إذا اضطر إلى التسول في الشارع من أجل أن ينفق على ولده وعلى بيته، لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو غرم مفزع، أو دم موجع. أباح الشارع له المسألة إذا كان في حالة فقر مدقع. المقصود أن النفقة منوطة بالزوج، لا يستطيع أن ينفك عنها ولا أن يتخلص منها، لكن الزوجة مع زوجها يعيشان في سفينة واحدة في بيت واحد، إذا تعثر أحدهما أنهضه الآخر وأقال عثرته ووقف بجواره، هما يستقلان سفينة واحدة تمخر بهما في بحر الحياة، وليس بمقاطع الحقوق وحدها تقام الحياة. هي تقام أيضا على المكارمة وعلى المسامحة وعلى التغافل. فلا بأس يا سيدتي أن تشاركي في نفقة البيت، ائتمني في هذا مع زوجك بالمعروف. أسأل الله أن يصلح ذات بينكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يألو وأن يؤلم بينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نأتي إلى مسألة الحق في العفاف. لا شك أن الحق في العفاف والفراش من الحقوق المشتركة بين الطرفين في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، من الحقوق المشتركة بين الزوجين. صدر هذا الحق في القائمة، في صدر القائمة، فقال: المساكنة الشرعية بما تتضمنه من معاشرة زوجية وإخلاص كل من الزوجين للآخر بما تقتضيه صيانة الدين والعرض والنسب والمال. لكن لا يخفى يا سيدتي أن التكليف مناطه القدرة، وأنه لا تكليف مع العجز. فإذا اقتضى إعفافها تناول زوجها لبعض المنشطات
وكان هذا لا يضر به بدنيا ولا ماليا ولا صحيا، فينبغي له ألا يقصر في ذلك. أما إذا كان هذا خارج حدود وسعه وإطاقته البدنية والمالية، فينبغي لها أن ترضى بما قسم الله عز وجل، إذ لا تكليف مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن يستعفف يعفه الله. وفي المقابل إذا كانت الزوجة لا تطيق إدمان المعاشرة، وكان هذا يضر بها بدنيا أو نفسيا، فينبغي للزوج مراعاة ذلك، لأن الضرر والمضار منهي عنه، الحديث لا ضرر ولا ضرار، والتكليف مناطه القدرة، وقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلا يحل للزوج إكراه زوجته على الجماع، لأن الإكراه في هذه الحالة يلحق بها أذى جسديا ونفسيا، والإضرار بالغير منهي عنه. يقول له: انتهي عن تناول المنشطات، حالة زوجتك الآن بعد انقطاع الطمس لا تحتمل ذلك، واشتغل بما ينفعك من عبادة ربك، وارضى بما قسم الله لك، ومن يستعفف يعفه الله. وبعدين رجل بلغ 50 أو 60، ينبغي أن يجمع حقائبه وأن يستعد للسفر. إن الله جل وعلا يقول: حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. اجمع قلبك على عمل صالح يرضاه ربك جل جلاله. فقه ما بعد 40، ترك ما لا ينفع في الآخرة. فقه ما بعد 40، ترك ما لا ينفع في الآخرة. أسأل الله أن يأخذ بناصيتك يا ولدي لما يحب ويرضاه، اللهم آمين. سيد يقول: جتني فرصة عمل في شركة أوراق بتصنع جميع الورق بما فيه ورق البفرة، هذا الورق الرقيق الذي يوضع فيه الدخان ويدخنه المدخنون، هل يقبل العمل أم لا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن هذا مما عمت به البلوى في السواد الأعظم من الأعمال في واقعنا المعاصر. لا تكاد تجد شركة من الشركات إلا وهي تتضمن، بالإضافة إلى المنتجات المشروعة، بعض السلع والمنتجات المحرمة. وعلى هذا فأنت لا تباشر العمل في المحرمات في هذه الشركات، في هذه الشركة أو في غيرها، ولم تشارك في إنتاجها ولا في تسويقها، فإن عملك في بقية السلع المشروعة مشروع. محل كبير في قسم الخمور، يجوز أن أعمل فيه وأجتنب قسم الخمور، أعمل في مجال السلع المباحة، وأبتعد عن العمل في القسم المحرم كالخمور ولحم الخنزير ونحوه. طيب، إن تعرض أحيانا لمباشرة بعض هذه المحرمات، أحيانا المدير يلزمه، لأن العامل الذي في القسم المحرم غاب لأمر عارض أو نحو ذلك، فكان هذا كالزلة العارضة والفلتة العابرة، فإن هذا يطهر دخله بإخراج جزء يسير منه يوازي نسبة العمل غير المباح، على سبيل التعفف عن المحرم أو المشتبه فيه. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول العمل في مجال المحاسبة عند اختلاط الحلال بالحرام فيما يدققه المحاسب من أعمال، محاسب بدق أعمال وأرقام، بعض الأعمال التي يدقق حساباتها أعمال غير مشروعة، ماذا يفعل؟ يقول قرار المجمع: إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها، ينظر إن غلب الحلال ساغ الترخص في ذلك للحاجة، ويتخلص من أجره بنسبة ما قام به من عمل محرم، مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل آخر لا شبهة فيه. أما إذا غلب الحرام استصحب أصل المنع تجنبا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها
ويسعى في إزالتها، بارك الله فيكم. سؤال آخر، هل يضرب الأب البالغ، هل يضرب الأب ابنه البالغ أو ابنته البالغة عند ترك الصلاة وعدم نفع النصح والتوجيه؟ الجواب عن هذا، ابتداء ضرب المميز الذي بلغ العاشرة على ترك الصلاة مشروع جائز. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والمراد بالضرب هنا الضرب الخفيف غير المبرح الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه، مما لا يعد أصالة للضرب والإيلام، لأن المقصود التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في امتثال أمر الله عز وجل بإقام الصلاة. إذا بلغ الأطفال الحلم فيكون التوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة، والتثريب عليهم عند المخالفة باللوم وبالإعراض وحبس بعض النفقة ومنع بعض الهدايا ونحوه امتثال أمر الله، بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. طبعا ينتبه، وينتبه جدا، أن ضرب الأطفال مجرم في المجتمعات الغربية، وأنه إذا بلغ أمر الضرب إلى البوليس وإلى الجهات المسؤولة فقد يحرمون الآباء من أولادهم ويودعونهم إحدى دور الرعاية أو لدى أسر بديلة، والعاقل من عرف زمانه. فلا ينبغي أن ينكر المنكر بما يؤدي إلى منكر أكبر أو إلى مفسدة أعظم. يعني قد نترك بعض الحقوق الشرعية أو بعض الأمور التي أباحتها لنا الشريعة دفعا لمفسدة أعظم. وأكرر وأؤكد، العاقل من عرف زمانه. أسأل الله لي لهم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. واحد بيقول قد فقدت وضوئي أثناء صلاة الجماعة في المسجد وأغلقت دورات المياه الآن لدواعي انتشار الوباء، هل يشرع لي التيمم؟ وفي التيمم هل يشرع التيمم بجدار المسجد الحجري أم لابد من وجود التراب بديلا من الماء؟ الجواب يا رعاك الله، نعم يشرع التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. القاعدة، يشرع التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. وإغلاق دورات المياه في المساجد لا يعني فقد الماء بالكلية كما تعلم، بل يعني إغلاق مصادره الأوسع والأسهل استعمالا في المساجد مع تيسر الحصول عليه بشيء من المشقة المحتملة، كاستعمال قارورة من قوارير المياه للشرب، وكل المساجد بها قوارير مياه، لو أخذت قارورة صغيرة تستطيع أن تتوضأ بها في أي ناحية من نواحي المسجد. فهذا الأمر ليس بعزيز وليس بمستحيل وليس بغير مقدور على من فقد الوضوء في هذه الحالة. أما عن استخدام الحجر في التيمم ولو لم يكن عليه غبار فذلك صحيح في أرجح القولين، فيصح التيمم بالصعيد الطيب وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل ولو لم يلتصق به شيء من أجزائه، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد وجه الأرض والطيب الطاهر، فكل ما على الأرض من تراب أو رمل أو حجر محترق أو غير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به. شيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار وكذلك الفرش؟ نعم، فأجاب الجدار من الصعيد الطيب إذا كان الجدار مبنيا من الصعيد، سواء كان حجرا أم كان مدرا لبنا من الطين، فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب
أو بالبوية، فإذا كان عليه تراب أي غبار يتيمم عليه ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه. بالنسبة للفرش، إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد الطيب. بارك الله فيكم، وهدانا الله وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم آمين، اللهم آمين. أحد الناس يقول: أعمل بشركة أجهزة طبية. أحد العملاء طبيب، لديه أجهزة طبية مستعملة يريد بيعها، وطلب مني التوسط في ذلك بحكم معرفتي لأطباء أكثر في نفس المجال. وضحت له أن شركتي لا تتدخل في هذا الأمر، وأننا فقط نبيع الأجهزة الجديدة. فطلب مني أن أقوم له بهذا الأمر بشكل شخصي بعيد عن الشركة، في مقابل مادي لم يحدد. فهل يجوز لذلك أم لا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الأصل حل التجارة في الطيبات، إلا إذا مثلت هذه الصفقة بعينها منافسة ضارة بصاحب العمل، واقتضى هذا إخلالا بعرف أو بشرع، فإنه يمنع من هذه الناحية لا من حيث الأصل، ويخرجك من التبعة أن تخبر صاحب العمل بذلك، فإن طيبه لك فقد طاب، زادك الله حرصا وورعا يا حبيبنا. اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. سيد يقول: يعمل سمسار عقارات في نيويورك، يؤجر شقق أو يبيعها، يوفق بين البائع والمشتري للحصول على البيت أو الشقة المطلوبة، ويأخذ عمولة، ويحذر المسلمين من التعامل بالربا، لكنه فقط له عمولة يحصل عليها من البائع والمشتري، فهل في عمله هذا حرج؟ الجواب عن هذا أن السمسرة في الأصل عمل مشروع، ما دامت السلعة التي يتوسط بيعها سلعة مشروعة، وتخرج السمسرة على عقد الجعالة. عقد الجعالة من العقود المشروعة. ما هو عقد الجعالة؟ مهم تتعرف على المصطلحات الفقهية وعلى مضمونها. أن يجعل الرجل للرجل جزءا معلوما ولا ينقله إياه، يعني لا يعطيه إياه، على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول ما فيه منفعة للجاهل، وعلى أنه إذا أكمل العمل كان له الجعل، إذا لم يتم فلا شيء له. من ضوابط مشروعية السمسرة مشروعية العمل ومعلومية الأجرة، أن تكون الأجرة معلومة، وعلم دافع السمسرة بها، وإلا كانت اختلاسا محرما. أجرة السمسار مشروعة، سواء كانت مبلغا مقطوعا وهذا متفق عليه، أم كانت نسبة من رأس المال، وهذا في الراجح من قولي أهل العلم، لأن الأصل في العقود والشروط الحل. لقد عنون البخاري في صحيحه فقال: باب أجرة السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إن قال له بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. وقد أحسن السائل الكريم باجتناب الربا وتحذير عملائه من التعامل به، فلا حرج في فعله إن شاء الله. وهذه نصيحة لكل من يعملون في مجال السمسرة العقارية: بيع العقار لمن شئت، توسط في بيع العقار لمن شئت، بيع الخدمة لمن شئت، توسط في بيع الخدمة لمن شئت،
واجتنب ملف التمويل، اجعل ملف التمويل هذا بعيدا عنك، لا يصلح لك يا رعاك الله، لا حتى لا تكون معينا على الربا، لعن الله آكل الربا وكاتبه وآكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، بارك الله فيك. لقد قربنا على النهاية في حلقتنا هذه، وقد أطلنا عليكم بعض الشيء، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعتم، وأن يوفقنا دائما إلى الصالح من القول والعمل، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.